بقى انتوا يا مؤمنين يا صالحين يا زوجات يا الناس يا اللي بتسمع تحب الله عز وجل ورسوله وكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه، تسيبوا الساحة كده للحيزبونات ايه اللي طالعين يقولوا لنا المرأة ومش المرأة؟ هتخانق يا رب صوته يطلع يا رب وما تعرفش. اللهم امين. ايه دول اللي جاية تقول لك المرأة غير ملزمة؟ يا حبيبتي ألف سلام. وانت ما بتيجي تتكلموا على ده في اللي موجود وده مش عارفة مين قال والفتوى الفلانية والشغل، تديهم كلمة جملة. اسمعوا يا بنات ويا زوجات ويا بنات، خصوصا البنات المقبلة على فترة 20 سنة وانت طالعة ومخطوبة مخضوضة تقول لك لا حقي انا عايزة الفلوس كاش مع تضالي. المرأة غير ملزمة مش عارفة تفتح له الباب، والمرأة غير ملزمة مش عارفة، لا جيب المفتاح معاه. ايه يا باشا مين دول؟ تعالوا لي حبايب، تعالوا لي يا ماما. لا دي ساحتي محدش يتكلم فيها بدون علم، كل من هب ودب بيفتي. لا المرأة غير ملزمة تفتح معرفش ايه باب ويجيب مفتاحه معاه، ألف سلام. اتكلم دلوقتي. المرأة غير ملزمة بخدمة زوجها، هنقول دلوقتي ما تخدليش الجملة، شوف سياقها ايه، الإمام مالك قال ايه وجمهور العلماء قال ايه وبناء على ايه والأفضل والأوجب ايه. كل سنة هيطلعوا لنا وايه بقى، وده مش وقت، ده مجموعة، ده فرة. ده فر. والمرأة غير ملزمة بالإرضاع، في جزء ايه حيثياته وايه ظروف، وهل اجمع عليهم ولا الامر ان هو ده لا او ده مش تمام. طب واللي عايز يكرمها واللي عايز يكرم زوجته، لا نيجي، لكن تخشولي كده ويقعدوا يتكلموا كلام اي كلام وفي الاخر نقول اصل ده رأي وده رأي الدين. غلط غلط. المرأة في علاقتها في منظومة الزواج لها 1 2 3، وجيبوا ورقة وقلم واكتبوا ورايا. البنات اللي بتكتب اكتبي ورايا، او بتسجلوا المقطع ده ويتعاد تاني وتحطوه كده سيفه محطوط كده وتنشروه على الجروبات لكل جروبات الزوجات والبنات. انا يهمني دلوقتي البنات. ايه اللي بيحصل ده؟ كلها دعاوي هدامة وما ينفعش نعملها كده بدون شرح. حالا النهارده اجي اشرح لكم يا حبايب. اجل تستغلتوا ان انا تعبانه؟ تستغلتوا ان انا تعبانه؟ الصحه مش هتفضل ان شاء الله، ادعوا الله سبحانه وتعالى يفضل دايما صوتنا في الحق وقولوا امين. ونفضل محافظين على منظومه الاسره كما يحب الله ويرضى. وتبقى الزوجه فاهمه حقوقها والزوج فاهم حقوقه وفاهم ايه اللي ليك وليه عليك بدون زعل يا جماعه، ولا بدون خناق ولا محاكم ولا قواضي ولا الكلام ده. يطلع لنا الازواج انت مش ملزمه، طب انا كمان مش ملزم، لا موت صرصار ولا موت فار ولا افتح لك برطمانات ولا اجيب لك موبايل ولا افسحك، ولا هي كسوه شيء صيف وكسوه شتا وتعالى ابيك. وبعدين بقى اما تعي ابوكي مش بتقولي لي ابوكي يجيب لك بقى حبيبتي؟ وده شهر يلا ابوكي يعالجي. ايه ده بقى ده زواج؟ ها بقى ده زواج ولا زواج ولا نيله ولا سواد؟ ده بقت ايه؟ شركه بقى انت شغال فيها تدفع لي وانا ادفع لك، وانت بعمل وانا بسوي وانا ندي بند. ايه ده؟ مش كل من هب ودب يطلع يتكلم ويطلع يقول ويطلع يعمل. يعني مش قادره ازعق. يقول لك انا مش ملزم. ماشي يا حبيبي كلامك صح. انتوا عارفين مشكلتنا في ايه؟ المشكله جايه في ايه؟ تكفيف منابع العلم الشرعي، تكفيف منابع اللي بيجي. لا ده كل من هب ودب. لا باش علم الشرع ايه ده؟ كل من هب ودب بيفتي، وده يقول لك كذا، وده يروح يشكك في سنه، وده يشكك في حديث، وده يشكك في حجيه السنه، وده يشكك في القران ذات نفسه، وده ياخد لك ايه يقول لك شفت بقى والقاصر ده. ايوه شفت الدين اللي. ده انا دخلت مره في مناقشه مع مجموعه من اللادينيين جايبين يا عم انت فاهم، انا مشكلتي ايه كمسلم؟ ان انت فاهم القران غلط. ما تحاسبنيش حاسب جهلك باللغه وبالدين، حاسبناش احنا كمسلمين. وكل واحد يجي يتكلم ويفتي غلط، واي حد ملوش اي مرجعية ولا له اي فهم في اي بدنجان ويفتي لك يلا في الاسرة يلا في الزواج يلا كذا، وبيوت تتهد تقول لك والله الشيخ الفلاني قال لي ورحت معرفش لفلان الفلاني عمل ايه. يا حبيبتي ده غلط مش صح. لازم ناس يبقى لها مرجعية وناس ثقة وناس مؤتمنة فالساحة فاضية. وبعدين نعمل ايه؟ نص الحكم جمله، والله العظيم الجمله اللي اتقالت دي غير ملزمه بكذا في سطر اخير كده. اكرم شكرا كان كتابي اللي انا قراته زمان قد كده
اخر سطر في الجمله في الايه. طب لما ما تجيبوا الامر، طب هدم الاسر، تسمعوا الكلام هدم للاسر على طول، ان احنا نحافظ عليه وان احنا نجعله مستقر، وكان مستقر يطلع عيال سويه نفسيا ويطلع جيله ومجتمع. وانت بتعمل جدا، انت بتعمل مجتمع وعالم باسره. اما تضر الاسره دي، تعالوا نشرح حبايبي، تعالوا نشرح مع بعض. الزوجه غير ملزمه بارضاع طفلها، تعالوا نجيب الايات. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، لمن ارادن يرضعن اولادهن، يعني الزام المراه ترضع اولادها. فقالوا ايه؟ المطلقات اللي لهم اولاد من ازواجهم يرضعن، ويا الايه ليهم يرضعن امر، اهو خبر اهو امر. فقال جمهور العلماء امر استحباب لا على امر الايجاب ما عدا المالكيه. قال لك طالما في بيت زوجها ترضع، هي الملزمه ترضع. ليه؟ لانه بينفق عليها، فمن ده من باب الانفاق، ارضعها وحملها ووضعها فينفق عليها فترضع من أم. قال كده المالكيه. الشافعيه والحنفيه جمهور العلماء قال غير، قال لا. طيب يبقى امر استحباب لامر ايجاب وماله؟ ها؟ قال لو وجد من ترضع له، يعني لو وجد واحد، وده كان حال الناس زمان، كانت الست ما شاء الله حافظوا على اجسامهم بقى، ومش عارفه ايه العمليات التجميل، مفيش عمليات تجميل، وما بيرضعوش بقى ولا هيصه فايقه نفسها وعندها الجاريه وبتاع. وبعدين الواد يجي بتاع يقوم موديني البدايه يتعلم اللغه ويجي لهم عالم من العلماء. انا اذكر وكان بيعطوا طبعا المرضعات اجر، وهنقول الحديث دلوقتي، لكن انا اذكر حد من الائمه، مش فاكره مين من الائمه، حد من الائمه كان يتلعثم في نص الكلام، كان مفوه وراح صاحب فقه ودين، وكان يجي اخوات يجي يتكلم يتلعثم، فقال اثر رضعه رضعتها من جارتهم. فكانت امه لما لانها طبعا اللي رضع ابنك مين؟ صاحبه لسان فصيح وقوي وتقوى، وكانوا يختاروا اصحاب الايه؟ العقل الفصيح. ليه؟ عشان هيطلع كده مش راضع من يقول لك ده؟ ها؟ فكان يقول ده اثر الرضعه. ففضلت تعمل لحد، ولكن ايه؟ تجرحها، يعني تجرحها شربها يعني، وهو طفل، فكان اثر. مش فاكره مين من، ان شاء الله ابقى ادور وافتكر وبقول لكم. يبقى لو وجد لمن ترضع له خلاص تمام، لكن لو المراه ذات نفسها الام لا عايزه خلاص يحق لها. ده في حالات الايه؟ ده في حكم الايه؟ المطلق. طيب تعالوا بقى الايه بقى بتاعت سوره الطلاق اللي عامله قلق. فان ارضعن لكم فآتوهن أجورهن، ودي اللي على سورة الطلاق. لو الأم عايزة ترضع هي إنها هي أولى من غيرها، لأن ده كان عرف موجود، ده كان عرف، هات العيل ودوه للمرضعة للناس، وكانوا ييجوا يقولوا إحنا كذا وبتاع، وزي ما قلت لكم يختاروا اللي كويسة، اللي من نسب، اللي من قرية، اللي فصيحة اللسان حاذقة العقل وهكذا. أسكنهن، الآية بتقول أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، تمام. وإن كنا أولاة حمل، لو هي صاحبة حمل، ده الكلام ده، فأنفقوا عليهن، الكلام ده حتى لو في وضع الطلاق، حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم، ها الآيات بتخصص لمين؟ اللي في حالة الطلاق. فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بإيه؟ بمعروف، وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. دي الآية. أسكنهن يعني المطلقات من حيث سكنتم، من المكان اللي انتوا هتسكنوا فيه، أو من الساعة بتاعتكم، من وجدكم الساعة بتاعتكم، ولا تضرهن لتضايقوا عليهن، تبقى المسكن اللي هم فيه مسكن حلو، وما يحتاجوش إن هم يروحوا يفتدوا نفسهم. وإن كنا أولاد حمل، لو هم أصحاب حمل، فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. جميل. طيب فإن أرضعن، لو هم عايزة خلاص فاتوهن اجورهن، لو هي عايزه، واتمروا بينكم بمعروف، ودي في حق الاولاد التوافق على ايه؟ على مين اللي هيعمل. بصوا بقى الامام مالك قال فان ارضعنا لكم، لكم دي اللي هي ايه؟ ارضاع الولد بعد الفراق، لو هي خلاص حصل فراق بينها وبين الاب، الاب هو اللي ملزم باجره الرضاعه. لو الام في عصمه الزوج لسه وما اتطلقتش منه، المالكيه قال لا ترضعه، هي اللي ترضعه، وما ينفقش لها، هو كده كده بينفق عليها، ما يعطيهاش اجره لان هو كده كده بينفق عليها. ولكن الشافعيه والحنفيه قالوا لا، حتى في العصمه وبره العصمه يعني. طب تمام. وقالوا لا يجب على ارضاع الام حتى في العصمه، حتى لو هي على ذمه زوجها، ولو انقطع انفاق الاب عليها لا، ملزم بان هو ينفق في الامر ده، ولهم اجر الرضاعه عليها.
او يطلب اللي اللي يجيب حد ان هو ايه يرضع الولد. طيب تمام، نيجي بقى للجزئيه بتاعت ايه، وسؤال انا هساله لكل ام، واسمعوا يا بنات اسمعوا معايا، انا هسال السؤال ده لكل ام. انت كأم تقدري تاني، انت كأم تقدري ما تردعيش ابنك حتى لو اتطلقتي من زوجك؟ اسألوا الامهات عن ياه انا 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 صدري حن، ولو غابت مشوار كده وبعدين قلبها يوجعها وصدرها يوجعها عايزه ترجع عشان ترد عليها. بيحصل يا امهات ولا ما بيحصلش؟ اكتبوا اكتبوا عشان البنات تشوف، اكتبوا عشان البنات تشوف الكلام ده وتشوف الامهات اللي رضعوا فعلا حسوا بكده ولا كله يحس كده. لو رحتي مشوار طويل شويه وسايبه ابنك ما تقدريش، ما تقدري تقدري تقدريش ما تقدريش. ما اعرفش موضوع الصوت ايه، حد ياكد لنا الصوت اخباره ايه. يبقى يقول لك لا، تيجي البنت تقولي طب ما لا لا لا، طب وانا ليه مش الدين قال لي، مش الدين قايل والقران قايل؟ طب خلاص انا مش ليه اجر بقى، انا عايزه الاجر ده. طب اسمع جاب لك بقى ايه الحديث بتاع مذمه الرضاعه. مذمه الرضاعه دوت حديث نبع السلام، الحديث كان عن مين؟ عن هشام بن عروه عن ابيه الحجاج، والحجاج اللي هو الاسلمي ده عن ابيه قال ايه. هشام بن عروه ده شاف حضر سيدنا سيدنا عبد الله بن عمر، حضر ابن عمر ومش فاكره مين تاني من الصحابه، يعني هو شاف حديث صحيح وقالوا حديث، وبعض اللي قالوا حديث ضعيف لانه لم يتابع، يعني ما فيش متابعه للحجاج دوت، فقالوا ايه انه ضعيف بيه بس، لكن روي اكثر من جه. طيب قالوا ايه بقى؟ قال لما ذهب الحجاج الاسلمي للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله ما يذهب عني مذمه الرضاعه؟ مذمه الرضاعه دي ايه اللي يذهب عني؟ يعني انا واحده فلانه ديت ام محمد دي رضعتني وفي رضاعها دوت، انا عايز اذهب عني المذمه دي، ان يعني ايه اديها اجرها او ان انا اكون ممتن ليها وهكذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له غرة عبد او اما، عبد او اما غر ابيضين يعني بتاعتهم لها، ليه؟ اكرام لها كبرت في السن، واكرام ان هي رضعتك وانت صغير، فهي كبرت في السن يبقى عندها حد يخدمها، فايه يعني كانك ايه شلت من على نفسك حته ايه انا عملتك بالفضل يعني والاحسان. بيقول لك لا لا، ده الحديث ده ضعيف. معايا هشام بن عروه حضر سيدنا جابر بن عبد الله وسيدنا عبد الله بن عمر الاثنين. فبيقول ايه بقى؟ اذا اعطيت المرضعه عبد او اما فقد قضيت زمامها، يعني ايه حته ايه شكرا او جزاك الله خيرا او مقابله الاحسان بالاحسان يعني. وابو طفيل كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابو الطفيل كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجت امراه فالنبي عليه السلام فرش لها رداء، عمل رداءه كده ليها وفرش لها رداء، فقالوا دي كانت من ايه من مرضعات النبي عليه الصلاه والسلام اكراما. اسالوا الامهات تاني يا امهات، تعرفوا المقوله دي لما تروحي ها لما تروحي عند ابنك او بنتك وتسيبيهم ساعه او مشوار يطول صدرك يعمل ايه؟ يحن. ما تقدريش، موجوعه عايزه تروحي عشان ترضعي اولادك. فاحنا اجي اقول لا اصل كذا ما عليهاش ارضاع طفلها واسيب الامر عام؟ لا، اهو الامام مالك اهو قال طالما في عصمه ربها هي ترضع. طب انت عايز بعد رضاعه ده ومال يا سيد؟ ما تجيب هديه يا عم، ما تجيب هديه يا عم لزوجتك، نومك ثواب الستة بتصحى الساعه 3 الفجر وطالعه وشتا والدنيا ساقعه وساعات تنسى ما اعرفش ايه وتقوم بردانه يعني هو في اهو. الله يفتح عليكي يا ام كريم، بتقول لك مفيش اغلى من الضنا، فعلا مفيش اغلى من الضنا. فانتوا تطلعوا تحطوا في عقل البنت، تقول لك لا هاتوا الاجره، هاتوا الاجره يا عم الحاج انا ماليش دعوه، هات لي الاجره ومذمه الرضاعه للي كانت ارضعت، وماله نكرم؟ ايه المشكله؟ ما نكرم، ما نجيب لها هديه، تمام، ما نجيب هديه، هاتوا هديه. طيب الموضوع التاني، المحور التاني، اكمل ولا ما اكملش؟ طولت عليكم ها الناس حبايبنا اللي هنا، انتوا فين؟
لا 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 لا، مين بشير هذا؟ هل هذا يعني انها لا تطلب شيء او لا ينفق، ينفق عليها، ينفق عليها وعلى ابنه، واسكنهن اهو واتوهن اجورهن اهو تاني. ما في حد عز قد الاسلام، ما في حد عز المرأة قد الاسلام. الكلام ده، ده كلام تخريف، يجيبوا لك نص الحكم قد كلمتين، جملة، نص جملة في اخر سطر ويقولوا لك لكن لا تمام الموضوع ده، تمام. في شغلة من ضناكي يا بنتي، في شغلة من ضناكي. فأوحينا إليهم موسى أن إيه؟ أن أرضعيه. الله. أن أرضعيه، فإن خفت عليه فألقيه إيه؟ إن رادوه إليك. كان بصوا، أما الله عز وجل يعني يحكم بحكم، وأقول مثلا يعني يلزم يعني ذاته العليا سبحانه بأمر، إن ردوه هيردوه، هيترد مهما بعت، مش رضعتيه هيترد ويتصلح ويتصلح. والله قول له حلال عليك حليب أمك، كلمة بالتركي مش عارفة لو شفاء كانت تقولها لنا، إن هو يعني لبني حلال عليك لو عملت كده، وحرام عليك لو ما عملتش كده.